علاش انا مالي من حوسه مالي مكحوسه علاش ماشي انا اللي نخلي شخال ديالي شو ماشي انا ماما انا ما تحبينيش علاش ما تحبينيش اش درت لك يا ربي ياسمين بسم الله الرحمن الرحيم على بنتي واش بيها بنتي ياسمين نوضي ماما اي ماما على بالك كنت من العوده عين عليا خلعتيني حسبتي مريضه انتي كما غير تتكسلوا تحلموا ماما والله كنت من العواد منام الخير يا بنتي هيا بدلي حوايجك وروحي عندك زينب سخصيها على بويك يجي اليوم لا ما نروحش علاش ما يقولناش انا يقول لها غير ليها هي عندها التليفون هيا بنتي يسدلك هيا انتي ما حبيتيش تامريني اما انا نعود ثاني نحكي لكم روحي يا ربي يكون غير السي مختار يدينا مع العاصمة هكذاك باش نتهنى بكلام نسا وبنتي تتهنى من العود تاعها يا ربي تاع خالي اليوم نهارك معاه يا جدك اللي عطيته لي باش نركب نحوس عليك وعلاه خفتو لو كان تحملود لا سي المختار بابا واش به والو خبر بلي راه جاي على بالي راهو جاي على الفرح ويعاود يروح سني نخبرك صح الفيلي ما تعاودي لحد سمعت الرجال مجمعين يحكوا قال لك باباك رسمه في البلاد تكذب والعود هذا كي تروحي للعاصمه انا اللي نركبه ماشي بالصح يا ولي جاب الاخبار عمرو لك ذب ايه انت ما تسمع والو طاش انا طاش كنت ما جيتش نحشم من السي المختار اليوم شوف ضربني وتشوف اش عمل فيك على بالي بلي انت وحشك كون هكذا نقول تانيا كي عاود ديك العاصمه ديما كذاب يا والعود تاعي نسيتو يمين سي المختار مرحبا بك واش راك لاباس رحت للدار لا نزلني سي البشير في الطريق وقالوا لنا ياسمين شافوها مع العود واش بيك اليمين سي المختار كل ما جيتش نحشم منك تعنداش ياسمين كي اختك صغيره سعفها بزاف الحمد لله راح ترحل وانا نجي معاكم خبروك جي معنا ان شاء الله انا سمعت وفرحت وكي قلت لها زعفت بزاف علاش تقول علاش يا اليمين علاش انا تخبرها ما قلت لها شفتها برك ما وين راهي درك شفتها ربطت العود رايحه من لا أنا الفايدة كي راني رايح الجزائر موسيقى
ما تخافش، غير انا اللي ما نروحش معاهم. على بالك لو كان نروح معاهم اليمين يعمل فيك حاله ويجريك حتى تتعب. اسمين، علاش راكي تبكي يا بنتي؟ علاش؟ علاش ما علاش نروحوا؟ لازم يا بنتي نروحوا، تشوفي مدينة تعجبك، والمدرسة اللي تقراي فيها هايلة هايلة. وشنو نسمحوا فيه؟ أبدا، ما تسمحوش فيه، ونوصي خالك، نوصي خالك، واحد ما يركبوا، وفي كل عطرة جمع يمك، ها؟ هيا مشي روح. ما نجيش لوحدك. هيا بنتي هيا، هيا. تشوفي تشوفي تعجبك الحالة تما، ديري الأحباب، ديري تعجبك المدينة. هيا بنتي روح. هاي ياسمين أكوني عاقلة واش بيك؟ شحال وأنا نخدم باش نديكم معايا للعاصمة واليوم ياه وين؟ العاصمة؟ واش نقول لك ياسمين؟ حبي يدينا معاه العاصمة، نخلو دارنا العود ونروحو. لا لا ماما ما نروحوش. اسكتي تيا خليني نفهم واش يقول بويك. وشنو؟ كل ما نهضر معاك تزكي معايا، أنا نروح نوجد روحي ونخليك معاك. روحي روحي خليني مع بويك. عالسلامة سي مختار، مرحبا بك، جلس تفضل. رحتيش العرس مع يماك؟ كنت معاولة نروح، بصح ما نصحتني، قالت لي بعدي في دارك باش كي تجي السي مختار العزيز يلقى بابه مفتوح، دارو عامرة وماكلتو واجدة. سهار حتى تكيماك مبروك. ياه وقالت لي ما تخرجيش من الدار حتى كي تجي ولا تفتي. مسكينة ما واش السي مختار راهي على جالي ما راحتش العرس عرس الجلالي وراحت عرس اخر، راهي واقفه على دارك وراهي حاسه على بنتك وانت سي مختار نحط لك هكذا قهوه سخونه ولا نقول لك نوجد واحد الغدا نحطه لك بدل ما انا نروح نوجد روحي باش نروح انا وياسمين العرس. لا 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 ما يشقاش ما يشقاش. نوضي وجدي روحك وما تنسايش البرنوصه. سي مختار قول لي ياك صح صح حتدينا العاصمه؟ ايه ايه نوضي وجدي روحك خفي خفي. صحي بس المقطع صحي. نروح نوجد فاليزه بلوزات هكذا نلبس ونعاود نغازلك يا فاطمه غير خرجت لك عينيك. حيا لما مسكينه على جالي راحت العرس وخلات عرس جلالي نلقاك اما ونلقاك نخبرك راني رايحه العاصمه. اما جبارك التبريحة من عند سي الخضرة يقول لك في خاطر سي جلالي وفرحة ويعجل لك كل شيء مبروك. سي مختار سي الجلالي اهلا وسهلا.
هاكم لاباس. والله ما درت لك يا سيدي. خسارة عليك يا سيد جلالي. اوه حبيبي يعرس وما فرحلوش. اه الله يسلمك. قرب. بارك الله فيك. شي البافي مشى العرس واحد اخر. هاتي قاجه. والله الا معين الحلو فيها وما بقاتش تجي مش عارف. ثم حللتوها انا بشرتها جات معايا. بشرتها؟ غدوة فهمك غدوة فهمك. السلام عليكم. كلش مبروك سيدي هذا العرس. مربوح بجيتنا سيدي. انا غي جاتني العرضه قلت والله غي نحضر وتوحش ريحه النعناع. ساهل غدوا نعمروا لك كراسه اشربوا سده. الله يسلمك. صح مر. راني من الصباح لليل من اللي جيت الصباح الطعام العشية الطعام راني وليت كشكورة. أنا خايف العزوز ما تخلطك تزعقني. ما تزعقكش يا ما تزعقكش يا ودي ولا عراسي كثر خيرهم الناس تاع خير هنا. والله خلص 100,000 واش مع طعام هذو العراس العرب. نحسب باللي سي المختار اليوم يفرحني ويقول لي نديك معايا العاصمة. انا خيك يا اليمين اذا جبرت لي كاشي خدمه ثمه وما عيط لينا الحكي بعد الغدوه الصباح نسال قدام العاصمه. شوف يا سيدي خويا واش عطلك؟ ما نجمش شي شي خويا خاطر وشي ما نجمش خلي واحد. خلاص شوف اليمين انا قبل ما تروح علمني نعطيك واحد الشكاره براوات إذا فوت على شركات ولا سفارات ولا دفع لي واحد. واش تكتب فيها؟ مسكين حوس على الخدمة. خدمة بالك والسكنة. راني قابل نسكن في الشارع في الحمام وين الرب. أنا كون يقبل لي شاطر هيك تراكس خير. شوف واش هو؟ شوف لي خدمة نخدم نخدم غير العشية وفي الليل. تسمى كيما راك هنا. أنت باغي تربط كيما راك هنا. لا ماكش فاهم. صباح راني عند السفارة نشري شي فيزا نكريها نسلفها بغي نفوت حد البحر. راك تتمسخر انت في مدينة صغيرة ما سلكتش راسك تطلع البحر. جلالي بارك الله فيكم. يبقى على خير. مازال الحال يا ودي. اسمح لي نخيك عندي واحد الحباب باش نشوف. ودي ثاني انا عندي حبيبي مختار بغيت نوصيك عليه. صبت وراه. معليش المرة الجاية يا ودي بغيتك باش تهلا لي فيه في العاصمة. راه عندي يا عندي وش مشكل؟ يا هذا صاحبك راه ما يقول يا حافي. اي على سلامتك عم المختار. الله يسلمك يا بنتي. بصح اسمي رايحه تروح للدزاير. صح يا بنتي بصح. خسارة. طيب اروح يا وليدي. اروح على السلامة عمي المختار. الله يسلمك يا وليدي. الحاجة هنا الفوق يستنى فيك. مالا ورا وليدي. رايح ها؟
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ليك الفضل. سي المختار واش الغايب؟ تعطلت هذه المرة، كانت عندي خدمة في العاصمة. الله يدوم. الله يسلمك. قالوا لي بلي في غيابي حوست عليها، غير الخير إن شاء الله. غير الخير؟ جاني واحد من العاصمة قال لي راك ناوي تدي أهلك وترحل. شكون اللي قال لك؟ ماهوش مهم اللي خبرني، لكن الخبر صحيح ولا لا؟ على كل حال سي عبد الباسط، ياسمين كبرت وانا كطلع عليا الخدمه في العاصمه، وعدت ما زورهم غير مرتين او ثلاثه في ثلاث شهور. لا 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 لا، البنت لازم باباها يوقف عليها، ما يخليهاش كالغنم بلا راعي. من جهه ياسمين عندك الحق، لكن انت علاش ما ترجعش؟ قالوا لي مازال بلاصتك تستنى فيك هنا. يكثر خيركم، الخدمة اللي عندي في العاصمة تكفيني. الخدمة اللي عندك زينة؟ الحمد لله في هذه الساعة. باك كان كي خويا، راني شافي عليه النهار اللي وصل. ايه نهار اللي السيارة تكسرت، بات غير باش يصنعها ويمشي، عجبته البلاد عاش فيها. خويا هو اللي كان سببه. خلونا من هذا، مكتوب وجابوا لنا. الحمد لله ونذكروه غير بالخير. ايه ايام قبل ما يموت ارسل لي وصاني لك. على بالي، يعطيك الصحة. اليوم الراجل راه راجل والبنت راهي مرأة. ياه، كل واحد ولا يعرف مصلحته. انا باباكم وصاني باش نحذركم، حتى واحد منكم ما يمشي للعاصمة. مسكين كان يرفض حتى اللي يذكرها قدامه. بصح وعلاش؟ طول حياتي قال لي مرة خرجت من العاصمة كلي هارب من الحبس، وإن شاء الله لا أنا لا ولادي ما نرجعوش ليه. في هالساعة راني الحمد لله في العاصمة، بصح إذا وفقني ربي ما أعرف علاش بابا هرب من العاصمة. أنا اللي عليا راني بلغت، أما أنت الله يسهل عليك. كتر خيركم. مع السلامة. مع السلامة. إيه روح ولدي المختار. راني خايف لا يندم. دبا راسها على ولدي هو يعرفي. فتحي لي راني مروحه لتاير. ان شاء الله ديك السلامات ويجيبك السلامات وتلقي دويره ان شاء الله. سلامات. ايوه يعيشك يعيشك الله يخليك. نوضي نوضي ياسمين خير جمعه معاك ان شاء الله. سلامات. فاطمة نزل هي خليني نتفرج. شبعي شبعي، انا عندي مازالوا لي ثلاثة اعراس نحضرهم ونشوف. بصح انت مطفرة فيك. انا ما تخافيش عليا، انا نروح لتما نتعرف ناسهم ويعرضوني لعراسهم. عتيقة الله يخليك، قول روحي شوفي وتفرجي وعاي خبرني في التليفون. اواه ما يبغيش سي مختار. كلمني انت. ها شاطرة انت، تخافي من سي مختار وانا راجلي خلص. لا 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 لا، بصح بشرط. قولي قبل ما نعرفه راني قابله. ولو كان تخلي سي مختار يدينا معاكم. ايه عمي مختار، عمي مختار. ايه حاسي برنتي اروحي. ياسمين تمشي تحوس ولا تسكن؟ تسكن ان شاء الله في الجزائر. كنت وحشها. كنت وحشها. نجي نديك انت. يا بابا ما يبغيش. بابا ما يبغيش، ما لا سالي عليها. يلا روحي سالي عليك. سلمك. واش كنتي هنا؟ يلا اللي تحت غسل الماء اللي تحت فرش. يلا يلا هاتي الماء سي مختار. يلا يا نسا حمر وجه سي مختار وهكذا متزين وبعدكم فولارا فولارا. انا ما درسلي ليش وحده كيف دير اللي فوقك تاع نصر. انا ارسلي لوحده تاع تحج صحيتو
الدرس انتهى وقبل ما نفترقوا رايحه نقول لكم خبر شويه مؤسف. ها زميلتكم ياسمين رايحه تغادركم اليوم ورايح يكون اليوم اخر يوم معنا. ها وين ماشيه ياسمين؟ الجزائر العاصمه. ماشيه الجزائر العاصمه مع باباها وامها. ها واش رايحين تقولوا لزميلات تاعكم؟ نتمنالها النجاح. ها على ياسمين كل اللي نتمنى لك النجاح. ها واش تحبي تقولي لهم؟ يلا تفضلي. انا حبيت نقول لكم برك بلي ما ننساكمش وما ننساش مدرسه تاعي. صحتك يا سي مختار. وبردت نخممك. هات هات خلي 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 صح. راني رسمت لك ثلاث شكاير نعناعيه بس هكذا باش نطيبه لك. على بالي بلي تبغيه. روح السي مختار ربي يفرحك ان شاء الله كيما فرحتني انا وانتك. مالك ما تفهمنا. انا اليوم نرجع للعاصمه. انت على من على يومين راني شفت سي البشر يدي القش وياسمين وانت جيبك اليمين ورد بالك ورد بالك تحبسي في الطريق. ها قدامك الزانه ولا شوافه. لا لا اللي ضفها بخاطر رمل خلاص شفتني وقالت لي. بصح السي مختار لازم نحبسوا مره واحده كما قالت لي فاطمه نعمر قرعه ما من البحر باش نرش به بيت جديده. والله تجيبي غير نشربه لك. خسر عليك السي مختار. السي مختار صح ما مالح. انا نبهتك ونبهي راسك. حاضر ياكل الله خاطرك السي مختار. بصح ما اش بها امك؟ هي حبت تجي معانا بصح العرضه سنه. انا قلت له كان تفوت عليها العرضه ونقول لخويا. ها ديري يماك في الكاميو تجي مع القش. حي عليا. اما في الكاميو لا حسبتها خزانه مكركبه. نزيد لك الدار اللي كريتها صغيره وفهميها. نحب انا كي ندخل سيبها في بيت ياسمين وما تتحركش من تما. خسر عليك السي مختار. انا لو كان امك كانت حيه كنت حطها فوق راسي من عيني ما تزغدش. بصح انت ما غير تشوفها وكانت سي تنفضها. لا اما واش دارت لك؟ انسان ما في عظم لو كان راح راكي من مديها كاع. هاي شو هكا طول شكون طيبو هذا؟ انا تيرتي صح؟ لا ماشي برد خويا. لا فاطمه تعرف طيب خير مني. شكون يعرف؟ هكذاك انت اللي نحطها لك ما تعجبكش. بصحتك يا سي مختار. بلا حطهم على العاصمه. ايه طيبت طيبت. ها؟ ايه. ما كاين كوجه تاع تي نشيتي تما. ياه. وكيف يديروها؟ ها؟ كيف يديروها؟ تي نشيتي كيف يديروها؟ طيب تي نشيتي دير كاطي داخل كوجه داخل تي نشيتي. يا حي علي. عتيقة في العاصمة. الله يفرحك السي مختار كيما فرحتني انا وبنتك. يا سعدك يا ياسمين راكي ماشيه للجزائر من صابني كيفك؟ من صابني سديني معاك في قشك ما تخافوش ما نقدرش نديكم معايا للجزائر مي بصح نبعث لكم البراوات. اي حنان ريحه طبه بديتها معايا العصمة. الله يرحمك يا ابا لو كان كنت عايش تشوف بنتك في العصمة. يا ويلي ويلي على داركم اللي بعدت عليا. يا ويلي يا ربي يا ربي يا ربي سلكني من هذه المصيبه هذه. هاما هاما طلي على بنتك هاما الله يرحمك هاما هاما طلي على بنتك ربي على وجهها الباب هاما طلي على بنتك. وسي خاطرك يا زينب وفرحي السي مختار دار دار في العاصمه بعديني خداعه. صحيت يا زينب انا خداعه ولا غير قلت لي ياسمين تفوت ليك هي رفضت وزيد رحت العين الصفراء وما سمعناش. نكون غير ما حضرتش لهذاك العرس. الحمد لله يا ربي انت ساكن عندك وانا يفوت عليا الطريق. حي عليك
هو صابني غايبه راح جاز عند السيد بشير هذا مكان. معليش نحمد ربي اللي رانا راحلين ونتهناو من كلامكم. صح فيك وشافيا. ها زينب خليني نخمل القش روح عليا الحال. هاجيبي نعاونك هكا بهنا ندي المفتاح. مفتاح؟ ايه المفتاح ولا ما عجبكش الحال؟ مفتاح داري ولو صحيتي يا عتيقة وين كي نعذب وين نروح؟ نجي للعاصمة؟ وشنو؟ غضبي عند فاطمة؟ نغضب عند بنت عم اللي راني عنده؟ ياه متحرش خويا غير الطاكسي اللي يجيبني يردني ولا لا 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 انجي عندك للعاصمة. يا ويلي يا ويلي ويلي انا هربة منك وانت متبعتني. ها زينب خافي يا ربي شوفي ادي المفتاح ادي القش اللي تبغي هات برك ما تبعنيش العاصمة. هاو قال لك الاخبار يجيبوها التوالة حيالي. نقول لك حاجة انا اخويا العزيز راه خلاني لادريس. وقليل تبعتني العاصمة ماما بصح لا لا خلي نشوفها نغلق الباب في وجهها نوري لك شكون هي عتيقة. عتيقة اللي شوفك في العاصمة. السلام عليكم. سلام. كي قالوا لي راك في الجنان حيروني واش هاد الشدة والقعدة سي المختار فكرتني فيه عويد بابا نازم الله يرحمه. مانيش عارف انا يعني حاسك اللي اخر مرة نتكسل هنا في هذا الباس في جناننا وفي مخنا. اتكسل هلي اتكسل علاه واش اللي صار؟ واش تقول يا خويا لو كان تجي معايا العاصمة عندي دار فيها ثلاث بيوت. ها واش تقول ثلاث بيوت هنا حوش واسع ما قدرت لا عيالي ولا زوجتك يتفاهموا يتفاهموا في ثلاث بيوت. ماشي كيف كيف في العاصمه اللي كسبت ثلاث بيوت راه عنده قصر. هيا زينب زينب راهي عند راجلها ونهار اللي جي غضبانه حتى لا كيروحوا العاصمه تغضب عند راجلها واش تاهو تغضب عند راجلها ولا تجي لعندنا العاصمه. يا شكون تقبلها عتيقه والله. خلينا من زينب يا سيدي راهي لاباس عليها عند راجلها. انا فايتي كي انت تقبل تجي معايا العاصمه. ايوا فهمني يا سيدي. شوف انا نقول لك غير لك رد بالك تخبر زوجتك على خاطر لسانها منشار. وعتيقه نسيتها؟ هيا خلينا منهم عندك الحق في زوج لسانهم منشار. بدلت الخدمه هذا عام نعم علي يا ربي اني خدم مع واحد عنده شركه خاصه والحمد لله نربح ما شاء الله. يرحم امك كل شيء حرك. بصح هذا المعلم يبعثني دايم في مهمه مره في البلاد مره في الخارج. بصحتك يا سيدي بصح انا ما خبرتنيش. ما خبرت حتى واحد. اسمع كي تسكن معايا يا وهكذا نقدر نغيب وخليك مع ياسمين ويمها. ياسمين على الراس والعين بصح عتيقة لا لا. وعلاش؟ اسمع كي تجي معايا هكذا عتيقة ما تديش يمها كيما راهي معولة فهمت؟ ياسمين تعرفيني ما نبغيش السماطة. وعلاه انا رايحة العاصمة. يا سعدك شحال تقعدي؟ عام ولا عامين يسالفني. راح تسكنوا على هذا اللي حبيت نركب العود تاع سي سعيد قبل ما نبيعو. يمالك دورة صغيرة
دورة ماشي صغيرة، صغيرة. صح دوك نجي. خليه يشرب. شرب بالصباح. ساعة ونص وحنا نتمشوا ونحكوا بصح لحد الآن ما قلتليش واش نخدم. سهل، في البداية نعطيك باش تعيش، من بعد المعلم ديالي يشوف لك خدمة. خاطيك إنسان يعرف بزاف الناس. واش يخدم؟ واش يخدم؟ هاي يبيع ويشري واشترى وحده، وان شاء الله يوم من الايام نرجع كيما هو ونخدمك عندي ان شاء الله. ماذا تقبل؟ ها صباح الخير عمي مورد. اهلا مليكيرك، انا وين ننجي عند سي سعيد، لازم نروح من هذا الماء واحد الماء فيه البركه. مرك ماكش مليح؟ اني شمليح. انا سلفت العود شمال واحد طفله. ايوا وزعف وراني خايف. وانت شكون اللي قال لك سلف لها؟ هي تبغي العود. تقول البابا هيشيلها واحد عندها واحد. ايوا بصح راه راح تسكن في العاصمه وخافت سي سعيد يبيعها في غيابها. يا راحت العاصمه بصح انت ذاك الطفر فيك الجيح. عمي مراد اه الله يعيشك، حله يسامحني ومليون ما نزيدش نعاود. ما نعرف بصح ذاك نشوف. هاي بانا وصانا الله يرحمه باش نعيشوا فيها الجهه ونتهلوا في خوتنا زينب وفي الدار وفي العود وفي البقره وفي المعيز. اسمع بابنا الله يرحمه كي هرم العاصمه وجابنا هنا بلا ما شاورنا ربي يرحمه، فهمت كيفاه؟ دوكا نخمو على نفوسنا حنايا، حنا نحبو حنا نعيشو كيما نحبو حنايا. الله يهون بي ياسمين وامها وحتى نسيتك الا بقات تروح معاك. اسمع دوكا جاوبني، جاوبني حاجه ما تخصك، جي معايا حاجه ما تخصك. لا لا ما تخصني البلاد اللي تربيت فيها، يخصني الجيران اللي توارثت معاهم ولاو خوتي، وخصني احبابنا، وتخصنا الدار اللي بنيناها انا وبا، ويخصنا الجر اللي غرسناه ورانا ناكلو في الثمار تاعه. اسمع راح الله يهون راح الله يهون. اسمع ليا اسمع حاجه ما تخصك معايا، حاجه ما تخصك ما تجيش ما نجيش انت روح الله يهون عليك. اسمع اي حاجه ما تخصك معايا مش بيك، حاجه ما تخصك ما نجيش معاك الله يهون. روح روح ما نجيش معاك الله يهون. حاجه ما تخصك يا علاش تخشن في راسك؟ ما نمشيش معاك روح الله يهون.